عاصمتا ايتوبيا اديس ابابا وا ايا دغتا هيناد كو اركي ويسو تلابوينكا وا وين اي حييسينتا اي كو دينا دغان ودوينكا اي اسكويسيد اي كو قورن يهن ترين عصوب نولر عصوب علامدها موجين اي خدكا ترينكا شينو هو كو ديساي 4.5 بليون دولار كاسيو اسكو خريا مغالوينكا اديس ابابا اي جابوتي كونا خريا دالكا ان بدل هين اي ايتوبيا اي ددكيس يهن 400 مليون اي قوف اي دالكا جابوتي كو يالا بدا عس أخذ كاترينكا وديركيسو دانيا هاي توضبا بقول إيو كونتان كيلومتر أيا وحاو شاقا بلابي بشي جانايو لابادا كون إيو ستيديو طبانكي وانا ميدكي يوغو ريسي كورانتاكو شاقاين إيا أفريكا إحادادا لإسكا قدبو أدالكا إيتو بيا ترينكا مشروعو كاليا وما أحان إيو حوغا ديگاني هاي جو هارد دهابا واستان واحي ميلو إنكا دخور مركي دا يسالكا كو هايا دا قالها وغو كوبا عبادان قارة دا أفريكا تاسيو جيتكيسو يحاي اندالكاسي وكو غالد دباقا dadhay wixii laga gaaray bartamaha 2022-yada asayey sheetan iyo markii la furay khadka tareenka caasriga ah ayaa waxa soo food saaray culays dhinaca dhaqaalaha iyo hawlgalka ba ah bishii Janaayo waxa muddo la baxtiyadeegyada tareenka walaac laga qaba amaanka gobolka afarta kadib dibad baxyo looga soo horjeeda dawladaha iyo isku dhacyo u dhaxeeyay qoomiyadaha Soomaalida iyo afarta joogsiga hawlaha tareenka ayaa sanadkii hore waxa sababay markii tareenku ku dhacay gel taasi oo horseeday in xoola dhaqatadu dawladda ka dalbadaan in la siiyo magdhow xoolaha qiimaha badan ee laga laayay Cabdirashid Maxamuud Maxamed Wararkiista TV